ما جاوبتني رجاء ما تحاول تزلني وتهيني لأني ليش سؤالي فيه هاني؟ لو كنت شايف حالك مناسب إلها ما كنت شعرت بالإهانة. أنا مصر تجاوبني، أنت شايف حالك مناسب لبنتي؟ أستاذ أرجوك أنت تجاوبني، أنا طلبت إيد بنتك بشكل صريح وواضح ومباشر وأنت أبوها، من حقك تقبل أو ترفض. مع الأسف ما بقدر أرفض. ليش؟ لسبب مهم وأساسي، هو إنه بنتي رايدتك وموافقة عليك. لا تستغرب، أنا بعرف إنه ما في آباء كتير بيحكوا هيك، لكني مضطر إني أكون صريح معك لهالدرجة، لأني قررت حل المشكلة بالعقل والمنطق. مشكلة؟ يعني أنت أستاذ معتبرها مشكلة؟ أكبر مشكلة ممكن تصادف أب. بنتي رايدة تنخطب لواحد محكوم ومجرد من حقوقه المدنية لمدة 7 سنين، مالك شايف فيها مشكلة؟ حط حالك محلي، لو أختك نادية تعلقت بواحد محكوم ومجرد من كل حقوقه المدنية لمدة 7 سنين، شو كنت رح تعمل يا ترى؟ ما بتشوف حالك قدام مشكلة؟ اسمعني ماجد، أنا كان بإمكاني أختصر الحكي كلياته بكلمة واحدة بس وأقول لك ما في نصيب، لكن أنا فضلت كون صريح معك لأني واثق أنك رح تفهم علي وتقدر موقفي كأب حريص على المستقبل بنته الوحيدة، ورح كون صريح معك أكثر وأقول لك إذا رفضتك رح تنظر لي تيالة على أني وقفت بطريق سعادتها، ورح أشعر بالذنب تجاهها. يعني بدك يعني أنا بعيد عن طريقها وجنبك اتخاذك موقف؟ يا ريت، بتكون حليت لي أكبر مشكلة عم تصادفني هلأ.